أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة وي سبورت، والتي تستهدف كافة الجامعات المصرية المختلفة حرصا على بناء شخصية الطلاب والوعي القومي لديهم. وفي جامعة الزقازيق قامت مبادرة وي سبورت بدعم الطلاب من خلال منحهم بعض الهدايا الرمزية ودعمهم ببعض الكلمات الملهمة قبل دخولهم لجان الامتحانات. احنا النهارده في المحطه الثالثه لمبادره وي سبورت، يمكن بدانا في جامعه طنطا يوم 16 مايو وانطلقنا من جامعه طنطا لجامعه عين شمس ثم جامعه الزقازيق. المبادره عباره عن ان احنا موجودين النهارده مع الطلبه في اللجان الامتحانيه قبل اللجان وبعد اللجان، بنقدم لهم الدعم النفسي وبنقدم لهم بعض الهدايا البسيطه من مؤسسه حياه كريمه، وفي نفس الوقت كمان بنعلن عن البرامج بتاعتنا الخاصه بصيف 2024 واللي بنستهدف فيها الاستثمار في الشباب واستثمار وقت الشباب كمان خلال الاجازه الصيفيه. مؤسسه حياه كريمه مستهدفه معظم الجامعات المصرية، ده بناء على البروتوكول الموجود ما بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات. احنا متواجدين في كل الجامعات زي ما حضرتك قلتي كده، بالتنسيق طبعا مع رئاسة كل جامعة بالجداول الامتحانية اللي احنا بنطلع عليها، وفي نفس الوقت بنختار اليوم اللي بنقدر نشارك فيه مع الطلبة اللي عندها امتحانات. يعني احنا عندنا عدد متطوعين كبار هنا في محافظة الشرقية، واحنا نازلين كلنا جميعا بكافة تشكيلنا هنا النهاردة في جامعة الزقازيق ندعم طلابنا. احنا عندنا امتحانات، الامتحانات الفرقة الرابعة النهاردة وضمن مرحلة البكالوريوس، فاحنا طبعا يشرفنا ان يكون مبادرة حياة كريمة وكل المبادرات الخاصة بالرئيس طبعا في جميع المحافظات، دي حاجة ممتازة للطلبة وحاجة مشجعة وحافزة ليهم ان هم يتقدموا لمبادرة حياة كريمة ويكونوا افراد متعاونة فعلا في كل المبادرات الخاصة بالدولة ومعالي الرئيس. وبنعرف الطلبه اللي عندنا ان احنا عندنا مقر المؤسسه هنا في الشرقيه، لو حد حابب يتطوع عشان نطور فعاليات التطوع جوه المحافظه ونحس الطلبه على التطوع داخل مؤسسه حياه كريمه. احنا معاك، احنا بندعمك، احنا واقفين وراك. دي طبعا تشجيع للطلبه وتحمسهم وتحفزهم وتعرفهم بالمؤسسات الوطنيه اللي بتشتغل في زي مؤسسه حياه كريمه. بنقدم لهم دعم نفسي لتخفيف ضغوط الامتحانات والضغوط اللي عليهم بشأن الامتحانات، بنقدم لهم هدايا، بنقدم لهم دعم نفسي، وده كله تحت إشراف مؤسسة حياة كريمة.